بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بعائلتنا الجميلة، يا رب تكونوا جميعا بخير. لو تفتكروا كنا اتكلمنا عن ليه بنحفظ القرآن الكريم، وهل الأفضل إني أحفظ القرآن ولا إني أقرأ من المصحف، وخصوصا بعد الانتشار الكبير للمصاحف والتطبيقات الموبايل اللي بقت بتخلي المصحف معايا في كل مكان. وكمان اتكلمنا عن أفضل وأسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم في 4 خطوات بس بطريقة المصاحف الأربعة. والنهاردة هنعيش مع بعض فرحة الحفاظ. تعالوا معايا نعيش فرحة الحفاظ بختمهم للقرآن الكريم، ونتخيل نفسنا زيهم. أنا محمد العشماوي، ويلا نبدأ بعد ما نصلي على النبي. ورفعنا لك ذكرك. أول فيديو معانا لأب جميل بيبكي من فرحته بختم بنته للقرآن الكريم. عم تشوفها كثير.